قضايا ذهبت إلى اتجاه إيجابي، هذا أمر أكيد يفرحنا في متابعتها. نروح لها القضية اللي نستذكرها معكم سويا، قضية الخطأ الطبي في المدينة المنورة اللي كانت ولا زالت تطور الدراسة بدون أي تفاعل للأسف، وإحنا نتساءل كيف يتم طرح طبعا قضية إنسانية على الصعيد الإنساني، ناهيك عن أن هذه بالأخيرة طبعا مواطنة سعودية اللي كانت تحدث أنها رايحة تسوي طبعا ولادة، فبالتالي تفاجأت بعملية قيصرية دون شرح أسباب منطقية حول الحاجة إلى العملية. بعد تحول هذه العملية لقص أمعاء وأيضا العديد من الانعكاسات الطبية الخطيرة، حتى وصلت من خلال طرحنا لهذه القضية أن المستشفى يرفض خروجها، والحمد لله بعد ما طرحنا القضية بيوم مباشرة طبعا المستشفى سمح بالخروج، لأنه إحنا نوهنا الجانب مهم جدا أنه فيه أمر خطير في منع المستشفى للخروج، ربما يدخل في أمر احتجاز أو أمر جنائي، ونعرف أن هناك وزارة لا تتساهل في هذا الجانب. إذا ما تحدثنا أن تحول القضية من طبية إلى قضية جنائية في الاحتجاز اللي نتحدث عن وزارة الداخلية، ونوهنا حول هذه النقطة، لكن المستشفى تفاعل مباشرة وأخرج المريضة. المشكلة اللي الآن بنتحدث عنها وبتستمعونها بعد خروج المريضة عدم حصولها على تقرير طبي مما عاق دخولها إلى مستشفيات أخرى. ينضم إلي من المدينة المنورة زوج طبعا أختنا مرام الهيبي المتضررة من هذا الخطأ الطبي عبد المجيد علام. عبد المجيد حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك. ايش الجديد في القضية بعد اخراجها؟ الجديد حبيبي استاذ عبد الله، بعد ما استضفت انا وزوجتي في البرنامج الراسي، ثاني يوم المستشفى طلعتنا بالقوة ورفضهم يعطانا اي تقرير بالحالة وبدون ادوية بدون اي حاجة لاستكمال علاج الى مستشفى حكومي. والمدير الطبي وقتها قال لي ما في اي تقرير في الحاله، عندك وزارتك الصحه روح اشتكي كذا. هذا الرد؟ هذا الرد، وقال لي انت ان شاء الله مقاضينا في المحكم في هي الشرعيه. طيب الصحه كيف تفاعلت؟ يعني انا ما اعرف كيف، ليش الرفض؟ انت باعتقادك ليش يرفضون يعطونك تقرير طبي بحالتها؟ انا ما ادري ايش اللي حاصل معاه عشان رافضين للان. اتواصلت مع وزاره الصحه بعد ما طلعونا وطلبت ضروره نقلها الى مستشفى حكومي، لكن ما في تفاعل من وزاره الصحه، وكل ما اروح انا بنفسي مستشفى حكومي او خاص اودي زوجتي ما في احد راضي يستقبلها، يقول لي حالتها خطيره لازم تخطيها. وزاره الصحه لما بلغتهم انهم يرفضون، خطا في النظام انهم يرفضون يسلموني تقرير، ايش يقولون لك؟ ايش تقول الصحه؟ طيب ايش المبرر يعني؟ اتواصل معايا قالوا لي احنا حنرسل مندوب الى المستشفى وناخذ تقرير بالحاله، ونتواصل معاك ونسلمك التقرير، لكن ما في احد يتواصل معي، ورفعت اكثر من شكوى لوزاره الصحه وكلمت مدير الشؤون الصحية كمان، وطلبت بنقل إلى مستشفى تخصصي في الرياض، ما في تجاوب. والآن المريضة كيف حالتها؟ وينها في؟ وين جالسة؟ وكيف حالتها الصحية؟ الآن في البيت، لها أسبوع في البيت بدون أدوية بدون أي حاجة، وكل ما ندخل مستشفى يقول لي حالتها خطيرة، فيها جلطة في القلب ولازم تتحول إلى دكتور صدر، ولازم تقرير بالحالة عشان نقدر نكمل على العلاج. إحنا نخاف نعطيها علاج تروح تسبب مضاعفات أو جوانب أخرى. يا وزير الصحة، رسالة مباشرة إليك، وإحنا عطينا والله رسالة قبل، هذه مواطنة سعودية ومريضة تعاني هذه المعاناة من الآن موجود صوت زوجها، موجودة كل الأطراف، إحنا مستعدين حتى في الراصد إنه نجي معاكم في الإجراء طبعا فيما يتعلق بهذه القضية، نقدم له كافة المعلومات اللي نملكها. يعني نتحدث عن المعاناة، مستشفى أولا يرفض إخراجها، ومن ثم يرفض تقرير بكل تأكيد أنه يقدم له تقرير طبي، ونتحدث عن عدد من المشكلات وأيضا عدد من المخالفات النظامية، ونتحدث عن إرسال المندوب. يا جماعة ما هو سوق خضار، هذا نتحدث عن حالة صحية، الآن مريضة جالسة في البيت ما هي لاقية مستشفى يستقبلها على أساس أنه ما عندها تقرير طبي، لأن مستشفى رافض هذا الأمر ونعطيها طبعا تقرير طبي. بالتالي الرسالة إن شاء الله بإذن الله يا عبد المجيد، نشكرك طبعا عبد المجيد علام زوج أختنا المريضة مرام الهيبي، اللي دائما وأبدا بنرجع نطرح قضيتها حتى تحل، لأنه كما ذكرنا إحنا هنا الآن نقدم دورنا في إظهار هذه المشكلة على الجهات المسؤولة تتحرك. يعني شفنا القضايا اللي طرحناها قبل شوي، ونشكر بكل تأكيد أمانة الشرقية تحركت مع هذه المشكلة، وهذا واجبها ترى عموما، إحنا لما نشكر هو من باب خلينا نقول الذوق، يعني في تقدير عمل الجهات الحكومية وتستحق. احنا ما عندنا مشكلة مع الجهات الحكومية، لكن احنا ننبه ونبغى التفاعل، ويسوءنا
انه ما نحصل هذا التفاعل او ما نحصل التجاوب، طبعا مع متحدث صحه المدينه المنوره اللي تواصلنا معه في الفقرات السابقه ورفض طبعا يعطينا اي حديث عن هذه الحاله لانه يتحدث انها في قيد الدراسه، فبالتالي الان نتحدث عن مريضه في البيت فيها العديد من طبعا تواجه العديد من المخاطر جراء هذه هذا الخطا الطبي وايضا الخطا الاجرائي من قبل المستشفى ومن قبل وزاره الصحه اللي ما تفاعلت بشكل يستدعي هذه الحساسيه للقضيه، احنا نتكلم على قضيه جدا كبيره وحساسه، نتحدث عن انه صحه مرام الهيبي في خطر اذا لم تتدخل يا معالي الوزير. وصلنا لنهايه حلقه الراصد، نلتقيكم في حلقه